ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واكيد حضراتكم طبعا عايزين تعرفوا نجمتنا النهارده وضيفت النهارده اللي بتنورنا في الاستوديو، ونعرف تفاصيل كتيره في حياتها، بتحب تاكل من ايد مامتها ايه، الاكله المفضله ليها في الشهر الكريم، وكمان بنتكلم عن شغلها، وهي مذيعه شاطره متالقه جميله لها طموح، يعني لسه جايه وعايزه لها طموح كتير وعايزه تحققه طبعا، غير ان هي كمان شاطره جدا في المطبخ وحابه تتعلم الاكلات الحديثه والغير تقليديه. معايا نجمه شاشه القناه الاولى الاستاذه ميرنا اياب مقدمه النشره الاخباريه، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا استاذه ميرنا. الاخبار؟ نورتيني في الاستوديو. وبنورك والله. ميرسي. مكانك طبعا عارفه. طبعا. ده بيتك. نورتيني وكل سنه وانت طيبه. وحضرتك طيب. ايه رايك في الماتيريال بتاعنا المشتريات بتاعتنا؟ لا حلو قوي. دي دبابيس وكبده. كبده اسكندراني. ودبابيس فراخ، ومعانا جبنه تشكيله كده شيدر على موزاريلا، وجبنه على بارميزان اللي هي الجبنه الرومي المبشوره. ومكرونه سباكيتي وبصل وتوم، شويه حاجات كده زي ما حضرتك شايفه. اللي بيجي قوي عندنا هنا في الاستوديو مطلوب منه حاجات كتير قوي على فكره، مسؤوليه كبيره يعني. هيحط المنيو النهارده. اوكي. المنيو بتاعنا النهارده تحب يكون ايه؟ اذا كان في دبابيس فراخ ومعانا بيض وبقسماط، يبقى فراخ فرايد تشيكن، دبابيس فرايد، الزيت للقليه، وخلص الكلام. كبده اسكندراني. كبده اسكندراني. لا دي لو قلتها صح تبقى برافو عليك. كبده اسكندراني وسباكيتي وجبنه موزاريلا وبشاميل. راح على سكتك. هنعمل نجرسكو حلو. دي حاجه جديده بقى، الحاجات اللي انت بتحبيها اللي هو النجرسكو بالكبده الاسكندراني بدل الفراخ. تمام. حاجه جديده يعني. ازاي نجرب كبده في نجرسكو؟ نجمع ما بين البشاميل والكبده الاسكندراني. تمام يلا. ومعانا السيزر سلطه الخاص اللي انت بتحبيه، الكابوتشا، هنعمله سيزر سلطه. اوكي. هيبقى فيها انشوجه ولا من غير؟ لا هتبقى دي واخده جبنه، هي المفروض جبنه بارميجان اللي هي الجبنه البارميجان المبشوره ناعم. وبتاخد زيت زيتون وعصير ليمون. اوكي. هنعملها مع بعض. تمام. ومعانا الحلو النهارده الكريب بالشوكولاته. حلو قوي. شاطره في اعمال الكريب. طيب تمام. تحبي تساعديني في ايه؟ اي حاجه ممكن اقطع اي حاجه. لا احنا مش جايين نقطع، احنا جايين نشتغل. اوكي. يعني ده ممكن اقطع حاجه او اقلب حاجه. طيب. اعمل البيض. خلينا بعد شويه نعرف. أوكي. شويه حاجات كده واسئله. الاستاذه ميرنا طبعا ما بدايه الشهر الكريم اكيد يا بتتعزم يا بنعزم. قولي لنا انت من انهي فصيله بالظبط؟ هو احنا بنتعزم وبنعزم، بس انا كميرنا بحب اعزم، بحب اعزم صحابي واعمل لهم انا اكل. حلو. في اول الشهر كده في الايام الاولى لسه عزمهم يعني. اول امبارح كمان. كمان اول امبارح لسه كنت عزمهم يعني. عزمتهم على فين بقى؟ عزمتهم في البيت ولا بره؟ في البيت. وكنت عامله انا الاكل كله. لا ده الحديث طويل. قولي لنا عملت ايه بقى على الفطار؟ عملت بيف ستروجانوف. اوبا. وعملت جمبري. عملت ازاي بيف؟ دي اكله صعبه جدا على فكره. كان معاه مشروم ولا من غير مشروم؟ بمشروم. عملتيه ازاي؟ بنقطع اللحمه صغير مربعات. حلو. وبنشوحها. حلو. في زيت. حلو. وبعدين بنطلعها ونحط مكانها زبده في الطاسه عشان تاخد من طعم اللحمه. حلو. برافو. ونحط بصل ومشروم. حلو. وبعدين نحط عليهم كريمه. دي شاطره يا شباب. لا 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 برافو عليك. انا بحب اعمل اكل قوي. حلو. يعني تحب المطبخ. عندك اللي هو اللي الشغف للمطبخ. حلو. دي حاجه حلوه يعني. المطبخ دايما انا بسميه مفاتيح السعاده الزوجيه والعائليه، هو يعني اللي هيدوم بينا بعد كده. بالظبط. هي لسه ما بقتش زوجيه معايا، بس يعني لا ما انا عارف. ان شاء الله يكون فتى احلامك. ايه طموحك يعني؟ مواصفاته يعني؟ مواصفاته. يكون يعني ما عنديش مواصفات معينه، دايما بحس ده سؤال صعب، بس يكون شخص طموح وبيحب شغله هو كمان، ويتقبل ان انا كمان احب شغلي قوي. كويس. دي حاجه حلوه كمان. نحترم وجهات نظر بعض يعني. بالظبط.